شاء الله الحمد لله على النتيجة وتأهل التاريخ الرابع على التوالي ووصولنا للنهائي. صراحة احنا سعداء بزاف ولكن حزينين الإصابة ديال يوسف جواد، للصراحة ما كناش منتظرينها ولكن الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. تنشكر الجماهير اللي حضرت معنا في داخل القاعة ولا خارج القاعة، ولا الجماهير المغربية خارج المغرب وداخل المغرب. نتمنى ان شاء الله باذن الله نحافظوا على اللقب في بلادنا ونهديوا ان شاء الله لهذا اللقب للجماهير اللي متبعنا.